بدر ميم طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى أبيه سيدنا إبراهيم وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع المؤمنين، وبعد: من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. الله ذكر من أول السورة سيدنا زكريا وسيدنا يحيى ومريم وسيدنا عيسى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس وغيرهم، ثم قال الخلاصة، قال: هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. فنعمة الإيمان ونعمة النبوة تتركز في شيئين: تتركز في الحكمة، وهي تربية العقل وتحويله من نواة إلى نخلة، ومن نطفة إلى إنسان كامل. الحكمة هكذا تفعل بالعقل، تحوله من نقطة إلى بحر، الحكمة. أما العلم الذي يؤتيه الله للأنبياء، علم انكشافي وعلم شهودي، علم لا يؤمن بالله غيبا يؤمن بالله شهودا وحضورا، يؤمن بالله ذوقا، يؤمن بالله عشقا، يؤمن بالله مسارعة إلى رضاه، يبذل بدافع هذا الإيمان روحه ومهجته وماله وولده وكل شيء، بدافع هذا الإيمان يرى المتاعب راحة، والمخاطر أمن، والعسير يسير، ويرى العذاب والتعذيب من أجل الله يراه سرورا ولذة وطربا. لذلك من هذا المنطلق الإيماني كان النبي يقول: وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. في معركة أحد النبي استفقد بعض أصحابه الكرام، قال: فتشوا عنه في الأحياء أو في الأموات، وجدوا وقد نزفه الدم وهو يجود بنفسه في سكرات الموت. قالوا للنبي: أرسلنا إليك لنخبره عن حالك. مصاب بعشرات الجراحات، قال: أبلغوا رسول الله عني السلام، وقولوا له
جزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا. إياكم أن يصاب النبي بأذية وفيكم عين تطرف. إذا جفلكم عم يتحرك والنبي يؤذى هذا ما بيصير. هذا وهو في سكرات الموت، ما الذي أنطقه؟ ليس هو مع جراحاته وليس هو مع الموت، والحياة سيفقدها، ليس هو مع الحياة، هو مع الإيمان، هو مع الإيمان المجسم في شخص وهدي وسنة رسول الله. فالإيمان هكذا فعل في الأنبياء، وهكذا فعل بالمؤمنين المقربين إليهم، وهكذا يفعل في كل مؤمن في كل جيل. فما أنعم الله به على الأنبياء من حكمة، الحكمة ذكرت لكم أكثر من مرة بأنها نوعان: حكمة علمية هو الاطلاع على بواطن الأشياء، ومعرفة الحقائق على ما هي قدرا وشرعا، والحكمة العملية هو أن نعطي كل شيء حقه ولا نتعدى حده ولا نتعجله عن وقته ولا نؤخره عنه. كما أن المسلم والمسلمة واجب عليهم أن يتوضؤوا ليصلوا، وأن يصلوا ليؤدوا فريضة الله عز وجل، واجب عليهم أن يصوموا رمضان ومن الفجر إلى غروب الشمس، واجب عليهم أن يتعلموا الحكمة، لأن الوضوء ما شو بيمثل من الواجبات الإسلامية بالمئة قديش؟ ولا بالمئة واحد. أما الحكمة عم بتمثل بالمئة 25. النبي قال: بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. بدك تسمع القرآن من روح مقدسة، بدك تسمع القرآن من نفس زكية مزكاة مطهرة، بدك تسمع القرآن من قلب ملؤه النور الإلهي. فهذه التلاوة أثرها في القلب وفي الروح وفي النفس. كان سيدنا عمر سمع بعض الآيات من النبي سماعا فقط، فانهد جبل كفره في لحظة واحدة، وبحر شركه جف في لحظة واحدة، وهزه النبي في صدره، مسكه من ثيابه هزه هزة فسقطت معالم الشرك والكفر والعداوة مثل ما بتساقط ورق الشجر اليابس إذا أتته الرياح العاصفة، ودخل على النبي ليقتله، وخرج من عند رسول الله ليقتل كل عدو له، أي بسماع آيات لكن من فم ولسان متصل بقلب وبروح ملؤها النور الإلهي، يتلو عليهم آياته ويزكيهم اثنين، ويعلمهم الكتاب علوم القرآن والحكمة. هذه الحكمة إذا تعلمها التاجر
بينجح، والطيرجي بينجح، والمزارع والسياسي والعسكري والمخترع والعالم. الحكمة يا ابني، أي المسلم ما بيعرف شو هي كلمة الحكمة، ما بيعرفها أبدا. وهي ما أنه إذا سمع هالكلمة، سمع كلمة غني بيصير غني، لينزل إلى أسواق العمل. الحكمة بدك تتعلمها من الحكماء. معنى الحكماء أصحاب العقول الكبيرة اللي بتدرك الأمور بحقائقها، بيعرف الطاووس طاووس والبومة بومة، بيعرف السم من العسل والعدو من الصديق والحق من الباطل. هي الحكمة العلمية والعملية. كله من النفس المزكات ما تتقبل أحكام الحكمة. فتجي الحكمة العملية، ثمرة الحكمة العلمية، فبتكون النتيجة النجاح في كل عمل والنصر في كل معركة وبلوغ الأهداف. أهلاً وسهلاً، وعليكم السلام. وبلوغ الأهداف لكل عامل وساع. فالإسلام اللي كان تعليم وتربية من المعلم الأول والمربي الأول، كان النتاج حكماء. معنى حكماء يعني بما أوتوا من علم وفهم لحقائق الأشياء وبواطنها، ومن علم الارتباط المسببات بأسبابها قدرا وشرعا. فصار النجاح أمر حتمي، وهذا معنى من معاني قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا معنى من معاني قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنعم الله عليهم بالحكمة، بالعقل العظيم الذي يستوعب إدراك كل ما يتوقف سعادة الإنسان على إدراكه. وأوتوا العلم، العلم اللدني، علم الأنبياء، علم اكتشافي، علم شهودي. صار عندهم علم بالله بشهودهم لنوره الذاتية، لنوره الذاتي. صار لهم علم بالدار الآخرة، انطبعت وانعكست صورة الدار الآخرة في مرآة قلوبهم. النبي وهو على المنبر مد يده كأنه يريد أن يقتطف شيئا، بعد لحظات تقهقر كأنه يبتعد عن شيء يخيف، فسألوه فقال: رأيت الجنة فأردت أن أقتطف من ثمارها، ورأيت النار فابتعدت من وهجها وحرها. هذا علم الأنبياء. فأولئك الذين أنعم الله عليهم، فالمصدر النعمة الحكمة والعلم. فمن الحكمة والعلم يتصل
وتقود الإنسان إلى نعيم وسعادة الدنيا والآخرة. الإسلام قسمان: إسلام الدنيا، إسلام الحياة، إسلام الأرض، إسلام العقل والفكر، إسلام الأسباب والمسببات، أسباب إعداد العدة لكل المهمات. والنصف الثاني: إسلام السماء، إسلام الروح، إسلام الآخرة. فعرف العرب في العصر الأول الإسلام بشقيه، فكانوا من الذين أنعم الله عليهم. في الأعصر الأخيرة الفكر الإسلامي عزل إسلام الحياة وإسلام الأرض وإسلام الفكر وإسلام الأسباب والمسببات وإسلام الحكمة، فضعفوا وطمع فيهم العدو، وحصل الذي حصل استمساكا بإسلام الروح وإسلام السماء. العدو عم يحاول أيضا أن يفقدنا هذه البقايا القليلة لنبقى بلا إسلام، لا إسلام الأرض ولا إسلام السماء. السبب: بعدنا عن ثقافة القرآن وعن فقه القرآن وعن هدي القرآن، عن هدي رسول الله. الله يرحم مشايخنا رحمة الله عليهم وغفر الله لهم، كان يوجهون دائما لفروع الفقه والإكليشة والشكلية اللي من قرون وقرون كان السبب ضعف المسلمين وضعف الإسلام في عقولهم وفي قلوبهم. إن شاء الله ربي بيعيد فضله ما على المسلمين فقط، على العالم كله، لأنه الإسلام يا ابني، الإسلام كل أمم الأرض الآن في طريقها إلى الإسلام، لأنه إذا كان الإسلام يعلمهم الكتاب والحكمة، وإذا كانت الحكمة معرفة بواطن الأشياء وحقائقها وارتباط المسببات بالأسباب قدراً، يعني طبيعة وتكويناً وشرعاً وأمراً ونهياً، من أمريكا إلى اليابان إلى أوروبا إلى الاتحاد السوفيتي، كلهم في هذه المدرسة الآن. باقي الإيمان، الإيمان لو عرفوا به لكانوا أسرع إليه منا، لأن عقولهم مهيئة لقبول الحقائق أكثر من المجتمع الإسلامي. لهم عيون قوية الإبصار، لكن بيحتاجوا إلى إنارة. ناس ضعيفي الأبصار موجود عندهم الإنارة، لكن العيون ضعيفة. فإن شاء الله الله بيرحم الإنسان، ولا رحمة للإنسان إلا برسالة الله القائمة على العلم والحكمة، التي في كل فاتحة نقراها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط البائسين، صراط المنكوبين، المتخلفين، الجاهلين، الجائعين، المعذبين، صراط الذين أنعمت عليهم، لنصل إلى نعمه الظاهرة والباطنة، الجسدية والروحية. فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين
من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل أي يعقوب وممن هدينا واجتبينا. هذا مثل قوله تعالى: منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك. ما أعظم بلاغة القرآن وما أعظم شموليته. اتعلموا النطق إذا نطقتم من نطق الله. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلينا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.